الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صارع سكرات الموت، والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وهو الموت، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. تقدموا إلى الأمام، تقدموا وأفسحوا الطريق للداخلين. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإيمان، الموت باب كل الناس داخله، الموت كأس كل إنسان سيتجرع منه عاجلا أو آجلا، ذلك أن الله عز وجل لم يكتب الخلود في هذا الوجود لأحد، كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكل واحد منا أجل مضروب وعمر محسوب، وبعد ذلك يأتي الموت ليقطع على أحدنا نعيمه إن كان ثمة نعيم. يأتي الموت ليقطع على أهل النعيم نعيمهم، فالعاقل من طلب نعيما لا موت فيه ولا فراق له. نحن تعاهدنا أن نتكلم عن أشراط الساعة، فناسب أن يكون الحديث في هذه الخطبة عن الموت، وتحديدا عن موت الفجأة، موت البغتة. هذا الموت كان معروفا في الزمن الماضي، لكنه كان قليلا وكان نادرا. كان الناس يمرون في رحلة الموت بما يسمى بمرض الموت، وما يعرف بحالة الاحتضار، وهي حالة تجعل الإنسان يستعد للقاء الله، وتجعل أهله يستعد
معه ويعدونه للقاء الله، وتجعله يستعد بالتوبة. أما موت الفجأة فهذا كان قليلا، لكن من أمارات الساعة وعلامات القيامة أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان. روى الطبراني بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة موت الفجأة، وفي رواية إن من اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، يدخل من باب ليخرج من باب آخر لا ليصلي، يدخل من باب لينظر إلى حضارة خلت ثم يخرج من الباب الآخر بعد أن يكون قد أخذ بعض الصور التذكارية. هل المساجد أعدت لهذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لكنها الغفلة، الغفلة عن الموت والغفلة عن لقاء الله هي التي تجعل الناس كذلك، أن تتخذ المساجد طرقا وأن يكثر موت الفجأة. شيخ مسن، وهذا هو السبب في هذه الخطبة، شيخ مسن في الكويت مضى عليه في هجرته إلى الله عن أرضه المباركة فلسطين 40 سنة، يتحدث في جاهة عرس ويتكلم بما يفتح الله به عليه من الكلام. تقدموا إلى الأمام إخواني، تقدموا تقدموا، سدوا الفرج، لا تدعوا فرجا بينكم، تقدموا بارك الله بكم. الجميع يتقدم، فإذ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الرجل يتحدث بما يفتح الله به عليه، ثم في لحظة يتناول وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثناء ذلك يأتيه الموت. فجأة يدركه الموت. هذه الصورة باتت في زماننا ظاهرة منتشرة في كل مكان. شيخ في مكان آخر يحصل له هذا، مذيعة في باكستان تقف على رافعة تغطي حملة انتخابية فتسقط من فوق الرافعة، لقد جاءت سكرة الموت، بل جاء الموت بلا سكرة. مغني في السعودية وهو على المسرح يسقط فقد أدركه الموت. مذيع على الهواء مباشرة يدركه الموت. وهنا السؤال، هل هذا الموت مكروه أم ماذا؟ ما هي حقيقته؟ قال العلماء لا كراهة في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره بسوء ولم يعقب عليه، إلا أنه من علامات يوم القيامة. لكن الكراهة من جهة أن الذي يموت فجأة إن لم يكن مستعدا للقاء الله فقد فاتته فرصة كبيرة. لهذا جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسفة للكافر. المؤمن دائما مستعد للقاء الله، إذا وضع رأسه على الوسادة نام متوضئا،
وقال أسلمت نفسي إليك، خاطب ربه، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إذا نام نام على طاعة، وإذا أصبح قال أصبحنا، وأصبح الملك لله. وبدأ بالتهجد، فإن لم يكن فبصلاة الفجر. المؤمن ذاكر لله دائما، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك إذا أخذه الموت فجأة فهي راحة له. من أي شيء؟ قال العلماء من شدة سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصبب عرقا في لحظة سكرات الموت، وكانت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها تضع له القماش لتخفف من العرق وتخفف من ارتفاع درجة الحرارة، وهو يقول لها: يا عائشة، إن للموت لسكرات. هذه السكرات عندما يكون الإنسان طائعا لله، ذاكرا لله، مستعدا للقاء الله، ينجو منها ويختم له على حال، تكون راحة له منها، وراحة من أمراض الدنيا وفتن الدنيا ومتاعب الدنيا. أما الكافر فيؤخذ على حين غرة بلا استعداد، لقد أمهله الله عن عشرات السنين، أمهله ليصلي، أمهله ليتوب، أمهله ليستغفر، سنة إثر سنة، وعقدا إثر عقد، وظهر الشيب على وجهه وهو ما زال على معصية الله. فالعبرة على أي شيء يختم الله عز وجل للإنسان. الشيخ عبد الحميد كشك استعد لصلاة الجمعة وقرأ أوراده وصلى ركعتين، وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية قبض وهو ساجد. هذا مؤشر على حسن الخاتمة. سيد قطب قالوا له: لك طلب قبل أن تلقى الله، قبل أن تعلق في حبل المشنق. قال: أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وقبض وهو ساجد، لكنهم شنقوه غدرا وظلما وحقدا. الحالة التي يموت عليها الإنسان يبعث عليها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، رجل وقع من فوق ناقته وهو محرم، فداست عليه وقصته ناقته فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دعوه كما هو لأنه محرم، لا تغسلوه، لا تحنطوه. التحنيط هو الطيب الذي يقدم للمتوفى بعد تغسيله، لا تحنطوه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشهيد يبعث يوم القيامة ومكان الدم شكله مظهره دم، وحقيقته ورائحته رائحة المسك. هذا وجه. في المقابل سأذكر لكم قصة عن سوء الخاتمة والعياذ بالله، لندرك أن المدار على ما يموت عليه الإنسان. رجل في دولة عربية مسلمة خرج من تلك الدولة ليلهو
بماله الذي أكثر الله له منه، بماله الذي أعطاه الله إياه. ذهب إلى دولة أوروبية ونزل في فندق كما يصنفونه 5 نجوم، وطلب امرأة ليلهو بها وعصى الله بها وتعلق قلبه بها واستمطر على نفسه غضب الله عز وجل بسببها، وقضى معها أياما طويلة. ثم جاء وقت الرحيل إلى بلده المسلم، وعدته أن تأتي لتوديعه قبل أن يغادر الفندق. انتظر، لم تأتي. حقائبه إلى جانبه يريد أن ينطلق إلى المطار، فالطائرة سيدركه وقتها. انتظر، لم تأتي. انتظر، لم تأتي. غلا قلبه وتحركت مشاعره، وخرج غاضبا حزينا أنه لن يلقاها بعد اليوم. وصل إلى باب الفندق فوجدها عند الباب داخلة، لشدة فرحه سجد لها فقبض في تلك السجدة، والعياذ بالله، يبعث الإنسان على ما مات عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الختام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستعد للقاء الله. فلقاء الله لا يعني أن تنتظر إلى 60 أو 70. فبالأمس كنا في تعزية لبنت من بناتنا لم تبلغ 20، ومن شبابنا في الداخل من لقي الله شهيدا وهو ابن 15 سنة و16 سنة، بل من أطفالنا من لقي الله عز وجل بالآلاف. فلنستعد للقاء الله، فالموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، وإنما أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيان. بالأمس وقبل 11 صباحا كان لدينا شاب ملتزم طائع يقدم الماجستير استعدادا للدكتوراه ليعيش في دعوته إلى الله عز وجل. خرج من مدينته إعزاز متوجها إلى جرابلس، في الطريق يد غدر أدركته وأطلقت عليه رشاشات حقدها، وأردته مع من معه في سيارته قتيلا شهيدا، نسأل الله أن يتقبله. ثم بدم بارد، وهذا يدل على الاحتراف، نزلوا من سيارتهم وأخذوا جواله وجوالات من معه، ثم أطلقوا على رأسي وفي جبين كل واحد منهم طلقة ليتأكدوا أنهم جميعا قد قتلوا.
الإخوة في جامعة الزهراء فرع جرابلس ينتظرونه لأجل أن يدخل الامتحان. فجاء الخبر، الشاب مصعب حسون انتقل إلى رحاب ربه شهيدا. في عام 2016 أخوه منير في مواجهات مع إرهابيي داعش سقط شهيدا أيضا. في عام 2018 أخوه هيثم في مواجهات مع إرهابيي البيكيكي سقط شهيدا أيضا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بصفته طالب علم وبصفته واحدا من أبناء السوريين، قرر الإخوة واستضافوا أو طلبوا استضافة مركزنا لعزاء ليوم واحد بين المغرب والعشاء اليوم. ندعوكم لهذا العزاء سائلين المولى عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يرزقنا حسن الختام. أيضا أحب أن أذكركم أن العطلة الانتصافية بدأت، وأن هذا المركز مع سائر المراكز يفتح أبوابه لأبنائكم وبناتكم يوميا دون أن يتقاضى على ذلك أجره. فقط أرسل ولدك، فقط أرسل ابنتك، فقط احفظ ولدك وابنتك في الغربة كي لا يضيع الدين. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، اللهم لا تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب، لا نضام وأنت إلهنا. أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. وإذا قضيت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت يا الله، ونعادي بعداوتك من عاديت يا الله. اللهم اجعل هذا البلد المضيف آمنا، اللهم رد الأمن والأمان إلى سوريا، اللهم وردنا إليها أعزة كراما مقبولة هجرتنا يا رب العالمين. وانشر ربوع الأمان في سائر بلاد الإسلام وفي سائر هذا الكون، وأعد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، وأعدهم إلى قيادة سفينة الحياة، فقد اشتاقت لهم كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.